السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم في المفاجأة؟ ادعوا بقى عشان كان تعبان شوية. احنا كلنا كأمهات لما بنكون عايزين نهتم بصحة ولادنا، أول حاجة بنفكر فيها طبعا الأكل. طبيعي عندي عيل، فعايزة إن أنا، أو طفل يعني، عايزة إن أنا أهتم بأكله وأخليه ياكل كل الأكل اللي احنا بناكله، أو الأكل الصحي، علشان يستفيد منه أو يستفيد بكل العناصر اللي فيه. في امهات كتير جدا بيشتكوا طبعا، يعني اعتقد معظم الامهات مروا بالمشكله دي. انا ابني، الام يعني بتحكي، انا ابني ما بيرضاش ياكل ولازم اجري وراه بالطبق علشان ياكل، بعمل معاه اللي ما يعمل علشان يرضى ياكل. حلو ان انت تكوني عايزه تاكليه، بس الطريقه غلط، وكتير من الاولاد بينتهز الفرصه ويبدا يملي عليكي شروطه. انا هاكل بس تعملي لي كذا، انا هاكل بس تسوي لي كذا، وده مش صح برضو. طيب ايه الصح؟ اول حاجه، احنا لينا مواعيد للاكل احنا بناكل فيها. الاكل يتحط واحنا بناكل، ده الكلام ده لو هو مثلا مش رضيع، الاطفال الرضع مثلا اللي لسه بيبداوا ياكلوا ويتعرفوا على الاكل، لازم احنا نختبر اللي هما بيحبوا ايه وبياكلوا ايه وايه اللي بينفع معاهم وايه اللي ما بينفعش، بناء عليه انا هبدأ احط الوجبات بتاعته. طيب خلاص، هو طفل عرفنا بيحب ايه وبياكل ايه وايه الطريقة اللي بيحبها وايه الاكل اللي هو بياكله، وعمال يتدلع ويتمنى عن الاكل ومش عايز ياكل. هنا في ده برضو ده سلوك مش حلو. ففي طريقة حلوة قوي، او في حاجة اسمها النتائج الطبيعية. كل لما يجوع هياكل، او الطبيعي انه لما يجوع هياكل. طب انا اعمل ايه كأم؟ تعالى كل مره واتنين وتلاته يا ستي. مش عايز ياكل، شيل الاكل. ايوه شيل الاكل. وقت ما يحب ياكل هيجي يقولك يا مامي انا جعان، يا ماما انا جعان، انا عايز اكل. فالفكره كلها انه وقت ما يجوع هيقول لك انا عايز اكل. طيب يا رنا، اصل هو دلوقتي يعني انا هسيبه ما ممكن ما ياكلش؟ لا، هو طبيعي لما يكون عايز ينام هينام على نفسه، او يقول لك انا عايز ادخل انام. لما يكون عايز يدخل حمام هيدخل الحمام. لما يجوع برضه هياكل. وهنا برضه حاجه كويسه في كذا نقطه. اول حاجه، ان فكره انه لما يجوع ياكل، هو مش هيتدلع على الاكل، يعني ممكن تتيح لي فرصة كبيرة قوي ان هو يتعرف على اكلات جديدة ممكن ما يكونش بيأكلها قبل كده، او كان بيقول لأ لمجرد لأ، او كان بيدلع عليها، فلما يجوع ويلاقيها فيبدأ يستكشفها ويبدأ تعجبه، يمكن تعجبه. تاني حاجة، لازم نتعلم النظام. احنا لينا وقت بناكل فيه، وما ينفعش ابدا ان انا اجري وراك بالطبق. فين السلوكيات او اداب الطعام اللي انت هتعلمها له بالطبق اللي انت تجري وراه؟ لا طبعا ده ما ينفعش. لازم الطفل يبقى عارف ان في وقت او في تايم للاكل. وانا عايزه اقول لكم برده على حاجه، انا زمان مامتي الله يرحمها، انا ما كنتش بطيء، استغفر الله العظيم، يعني ريحه البصاره. ايه البصاره دي اصلا؟ يعني ده اللي منكم يعرفها، هي اصلا عباره عن ايه؟ يعني انا ما بحبهاش، طعمها مش حلو اصلا. يعني كنت زمان بقول لماما كده. فجت مره عملتها وانا قلت لا مش عايزه، قلت لي خلاص هو ده اللي موجود، هتاكلي هتاكلي، مش هتاكلي براحتك. قمت كده تسلل ورحت ايه، قلت اجرب كده لقمه، انا جعانه بقى، يعني انا جعانه. ايه ده، طعمها حلو، تصدقوا طعمها جميل. لقمه في الثانيه، في الرغيف في الثاني، خلصت طبق وعايزه اخد ثاني يعني. ومن ساعتها انا حتى بعد الزواج جربت اعملها لزوجي، بس هو ما حباش، مش عشان حاجه يعني، هو ما تعودش عليها وما كلهاش تقريبا قبل كده، ف يعني هو ما بيحبش البقوليات عامه يعني. فالخلاصه، لو انت طفلك بيشتكي او انت بتشتكي ان طفلك بيتدلع على الاكل وما بيرضاش ياكل وبيغلبك وبيخليكي تجري وراه، انت امنعي موضوع انك تجري وراه. وقت الاكل للاكل، مش عايز ياكل براحتك، انا مش هغصب عليك، بس في شروط. اول حاجه، تكوني متاكده
ان الاكل ده هو بيتقبله او بيستصيغه او طعمه مش يعني مش مثلا رنجه، في اكلات ليها ذوق معين كده، في ناس بتحبها، يعني ده مش الشائع، مش دي الاكلات الشائعه اللي كل الناس بياكلوها. فتكوني متاكده ان الطفل كلها مثلا قبل كده او طعمها مقبول عنده. لازم وانت بتعملي الموضوع ده يكون في مثلا اي سناك كده على جنب، علشان لو الطفل حب يعند قوي ما يهبطش منك. يعني مثلا لو في بسكوتيه على جنب كده، ولا بسكوتيه واحده مش علبه، لو في اي حاجه خفيفه بقسماطيه مش عارفه ايه، عشان برضو يبقى مش جعان اللي هو هيموت من الجوع بقى، ما ممكن يعند شويه، فاحنا برضو نعمل حساب الحته دي. وزي ما بقولك في حاجات اسمها النتائج الطبيعيه، يعني وقت ما يكون عايز يعمل كذا، وقت ما يحس بالاحساس ده هيعمله، زي ان هو عايز ينام، زي عايز يدخل حمام. بس خلينا في النوم ده ليه شويه رولز كده هنتكلم فيها بعدين. لكن حبيت اتكلم معاكم في موضوع الاكل، علشان لقيت امهات كتير جدا جدا بيشتكوا من موضوع الاكل. انا ابني مش عايز ياكل، ابني ما بيحبش اكل معين. لو ليكم اي سؤال او استفسار في موضوع الاكل، او ازاي اعدل سلوك ابني ان هو ما بيحبش ياكل او بيعذبني على الاكل او بيخليني اجري وراه، ممكن تكتبي لي كومنت، او غالبا انا مش ببص في المسجات لان بتبقى كتير قوي بصراحه، بحبط من كتر ما هي كتير وانا مش عارفه ارد، ف بحبط يعني. ولو ليكم اي استفسار أنا معكم. سلام عليكم.